السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في منصة البث المباشر مع دروس مادة الدراسات الاجتماعية. هنكمل مع بعض دروس الوحدة الثانية واللي بعنوان الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا. هناخد النهاردة الدرس الثالث، الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا. على بركة الله تعالوا نتعرف على أهداف درسنا النهاردة يا أولاد. درسنا النهاردة بسيط وسهل جدا، طبعا بعد ما أخدنا الدرس الأول التراث الوطني وكملنا في الدرس الثاني على الأماكن التراثية أو قائمة التراث في مصر أو الأماكن التراثية في مصر. النهاردة هنشوف أهداف درسنا الثالث، الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا. في نهاية درسنا النهاردة سيكون الطالب قادرا على أن يحدد بعض المواقع السياحية والأثرية على خريطة مصر، يقدم أمثلة للمواقع السياحية في المحافظة، يقارن بين مواقع سياحية في مصر ومواقع مماثلة في دول أخرى. على بركة الله نبدأ مع بعض يا أولاد. درسنا بادئ بسؤال، ما الأماكن السياحية والأثرية في مصر؟ لو سألت حضراتكم كل طلاب مصر إيه هي الأماكن السياحية والأثرية اللي في مصر، كتير مننا هيقول إجابات كتيرة متنوعة في مصر، لأن مصر من البلاد التي بها العديد والعديد من الأماكن السياحية والأثرية واللي بتنتشر في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده هنلاقي عندنا أماكن كتيرة جدا جدا يا ولاد من السياحية أو الأماكن السياحية والأثرية منتشرة في مصر. تعالوا نتعرف على بعض هذه الأماكن، لكن هنعرف ليه إن مصر فيها أماكن سياحية كتير، لأن مصر يا ولاد بلد سياحي له تاريخ عريق يرجع إلى أكثر من 7000 سنة. إحنا عندنا الحضارة المصرية القديمة فيه آثار يا ولاد وأماكن سياحية وأثرية موجودة في مصر ليها أكثر من 7000 سنة، عمر طويل جدا، وده أدى إلى وجود العديد والعديد من الأماكن الأثرية والسياحية في مصر. على أرض مصر عاش الكثير من الحضارات القديمة زي الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والقبطية والإسلامية. كل دي حضارات كان ليها تاريخ وكان ليها آثار وليها أماكن سياحية خاصة بيها وموجودة في مصر. عشان كده يا ولاد مصر من البلاد اللي تعتبر مقصد للسياح من جميع دول العالم. تعالوا نتعرف على أهم الأماكن السياحية والأثرية في مصر. أول هذه الأماكن طبعا إحنا لو بصينا على الصور الجميلة اللي قدامنا دي هنعرف إن الصور دي من منطقة، برافو عليكم، من منطقة أو مدينة شرم الشيخ، وبتبين لنا بعض الأماكن الجميلة جدا، أو الصورة بتبين الشعاب المرجانية الجميلة اللي بتتميز بيها مدينة شرم الشيخ. تعالوا نعرف بعض المعلومات عن مدينة شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ يا أولاد على خريطة مصر تقع في جنوب سيناء، في محافظة جنوب سيناء. من أهم الحاجات اللي بتتميز بها مدينة شرم الشيخ إنها بتتميز بالمناخ المعتدل والمناظر الطبيعية الخلابة، وفيها العديد والعديد من الجبال الشاهقة اللي موجودة في جنوب سيناء زي جبل سانت كاترين وجبل موسى، دي جبال موجودة في جنوب سيناء. وفيها طبعا مياه البحر الأحمر الصافية والشعاب المرجانية الملونة زي مظاهر قدام حضراتكم كده، وطبعا الأسماك اللي تعيش في هذه الشعاب المرجانية. طبعا عشان كل هذه الميزات اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ فمنظمة اليونسكو اختارتها أفضل مدينة سلام على مستوى العالم. يبقى احنا عندنا تعتبر مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سلام على مستوى العالم، طبعا للعديد والعديد من الميزات فيها. طبعا احنا بنعرف وبنشوف كتير من المؤتمرات الدولية والعالمية اللي بيتم ان اقامتها في مدينة شرم الشيخ، وكان اخرها مثلا زي منتدى شباب العالم اللي بيقوم بيعقده الرئيس السيسي كان موجود في مدينة شرم الشيخ. عرفنا عن مدينة شرم الشيخ يا اولاد انها موجودة في محافظة جنوب سيناء او تقع في جنوب سيناء، بتتميز بالمناخ المعتدل، الطبيعة الخلابة او المناظر الطبيعية الخلابة زي اللي ظهر قدامنا في الصور اللي قدامنا المتحركة دي.
والجبال الشاهقة ومياه البحر الأحمر الصافية، وطبعا الشعاب المرجانية اللي تعتبر مقصد للعديد والعديد من السياح في مصر. عشان كده مدينة شرم الشيخ من أهم الأماكن السياحية في مصر، واختارتها منظمة اليونسكو أفضل مدينة سلام على مستوى العالم. تعالوا نتعرف على أحد الأماكن السياحية الأخرى في مصر، برج القاهرة. طبعا ظاهر قدامنا في الصورة برج القاهرة، وده من أجمل المعالم السياحية الحديثة اللي موجودة في مصر أو في محافظة القاهرة. طبعا برج القاهرة موجود في جزيرة الزمالك في نهر النيل، ده من أبرز المعالم السياحية الحديثة طبعا في محافظة القاهرة. ونعرف عنه إن اللي صممه المهندس الراحل نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس. يعني لو بصينا على برج القاهرة من فوق كده يا أولاد هنلاقيه يشبه زهرة اللوتس، وزهرة اللوتس يا أولاد من رمز تعد رمز مهم جدا من رموز الحضارة المصرية القديمة. يبقى احنا نعرف، ممكن يجي يقول لنا سؤال، تم تصميم برج القاهرة على شكل زهرة نقط، تيجي في الاختيارات طبعا على شكل زهرة اللوتس. طبعا قلنا انه موجود فين؟ موجود في جزيرة الزمالك في نهر النيل. يبقى احنا عرفنا برج القاهرة، واتعرفنا على مدينة شرم الشيخ، عرفنا ان برج القاهرة طبعا من ابرز المعالم السياحية الحديثة اللي موجودة في القاهرة، وعرفنا ان اللي صممه المهندس الراحل نعوم شبيب، وتعرفنا انه تصمم على شكل زهرة اللوتس المصرية. تعالوا نتعرف على مكان آخر من الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا مصر، المتحف القومي للحضارة المصرية. طبعا كلنا شفنا الافتتاح بتاع المتحف القومي للحضارة المصرية، وأنا جايب لكم من على بنك المعرفة وقناة ديسكفري هذا المقطع للمتحف القومي للحضارة المصرية، هنشوفه مع بعض ونكمل كلامنا عن المتحف القومي للحضارة المصرية. نتعرف مع بعض يا أولاد عن بعض المعلومات عن المتحف القومي للحضارة المصرية. زي ما شفنا مع بعض في الفيديو إن المتحف القومي للحضارة المصرية موجود في مدينة الفسطاط بمحافظة القاهرة، يقع في قلب مدينة الفسطاط بمحافظة القاهرة. طبعا تم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث الموافق 18 إبريل عام 2021 ميلادية. طبعا المتحف ده بيقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية القديمة، زي ما شفنا في بداية الفيديو انه بيمثل كل العصور التاريخية المختلفة اللي مرت بها مصر، زي العصر المصري القديم والعصر اليوناني والروماني والحضارة القبطية والإسلامية طبعا إلى العصور الحديثة والمعاصرة. كل دي موجود ليها رموز أو بعض نماذج للآثار أو التحف اللي موجودة في المتحف القومي للحضارة المصرية. فعشان كده متحف قومي للحضارة المصرية، يعني بيشمل كل رموز الحضارة المصرية على مر العصور. طيب عرفنا انه تم افتتاحه في اليوم العالمي للتراث، في احتفال اليوم العالمي للتراث الموافق 18 ابريل في عام 2021 ميلادية، واتعرفنا على هذا المتحف وقلنا انه موجود في محافظة القاهرة، تحديدا في قلب مدينة الفسطاط بمحافظة القاهرة. ومدينة الفسطاط زي ما الفيديو ظهر لنا كده ويتكلم عنها، قال انها اول عاصمة لمصر بعد الفتح الاسلامي. طبعا المتحف ده بيشمل كل اشكال الحضارة المصرية القديمة، بيشمل كل أشكال الحضارة المصرية القديمة على مر العصور، من العصر المصري القديم أو العصر اليوناني أو العصر الروماني أو العصر القبطي والإسلامي، طبعا مرورا بالحضارة الحديثة والمعاصرة. تعالوا نتعرف على الأماكن الأثرية في مصر، هنعرف بعض الأماكن الأثرية في مصر. احنا تعرفنا على بعض المناطق السياحية في مصر زي منطقة شرم الشيخ أو مدينة شرم الشيخ، واتعرفنا على برج القاهرة، وطبعا المتحف القومي للحضارة المصرية. دلوقتي تعالوا نتعرف على بعض الأماكن الأثرية في مصر. طبعا
من هذه الأماكن الأثرية في مصر الأهرامات وأبو الهول، ودي يعتبر من أهم وأشهر الأماكن الأثرية والسياحية اللي موجودة في مصر. طبعا الأهرامات وأبو الهول موجودة في محافظة الجيزة. المصريون القدماء قاموا ببناء الأهرامات الثلاثة طبعا زي ما ظاهرين في الصورة، الهرم الكبير هرم الملك خوفو، الهرم الأوسط هرم الملك خفرع، والهرم الأصغر هرم الملك منكورع. وطبعا عرفنا أشكالهم وعرفنا إن هم موجودين في محافظة الجيزة، طبعا موجودين على هضبة مرتفعة في الجيزة غرب نهر النيل. طيب ليه تم بنائهم فوق هضبة مرتفعة؟ لتكون بعيدة عن مناطق الفيضان، فيضانات نهر النيل. طبعا النيل زمان يا ولاد كان بيجي في موسم الفيضان، وكانت معظم الأراضي كانت بتغرق لبعض، لكن في العصر الحديث تم بناء السد العالي زي ما أخذنا وعرفنا مع بعض في الترم الأول، إن بيتم بناء السد العالي لحماية الأراضي من الفيضان طبعا. طيب ليه قلنا كانوا بيختاروا أماكن بعيدة عن مناطق الفيضان أو تم بناؤه على هضبة مرتفعة؟ لأنهم كانوا يعتقدوا في البعث والخلود أي الحياة بعد الموت. كان عند المصريين القدماء يا ولاد اعتقاد في حاجة اسمها البعث والخلود. يعني إيه البعث والخلود؟ يعني العودة للحياة بعد الموت. علشان كده يا ولاد كانوا الملك لما بيموت كانوا بيضعوا معه كل الأشياء المتعلقة به أو اللي هيحتاج ليها في الحياة الأخرى اللي هي حياة البعث والخلود. وكان الملوك بيهتموا بحجر أو المقابر بتاعة الدفن الخاصة بيهم، والملك كان بيتم دفنه في حجرة داخل الهرم. وعرفنا قلنا أيضا إن الملك خفرع هو اللي بنى تمثال أبو الهول زي ما هو ظاهر قدامنا في الصورة كده، تمثال أبو الهول على شكل إنسان، رأسه رأس إنسان وجسمه جسم أسد، وده طبعا عشان يكون دليل على القوة أو رمز للقوة، وكان معمول لحماية الأهرامات أو المناطق السياحية في منطقة الأهرامات من السرقة. يبقى احنا تعرفنا على رابع الأماكن الأثرية في مصر هي منطقة الأهرامات وأبو الهول، وعرفنا إنها من أهم المناطق السياحية والأثرية في مصر. عرفنا إن المصريين القدماء في العصر الفرعوني قاموا ببناء الأهرامات الثلاثة، هرم خوفو الهرم الأكبر وهرم خفرع وهرم منكورع. وطبعا يا ولاد معلومة عن هرم خوفو، يعد إحدى عجائب الدنيا السبعة، إحدى عجائب الدنيا السبعة. ليه؟ بسبب براعة تصميمه، براعة تصميمه طبعا وعشان حجمه الكبير وبراعة تصميمه. وعرفنا إن الأهرامات الثلاثة تم بناؤهم على هضبة مرتفعة في محافظة الجيزة. السبب كده ليه؟ عشان تكون بعيدة عن منطقة الفيضانات، ولأن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا في حياة البعث والخلود أو العودة للحياة بعد الموت، وكان بيتم دفن الملك في حجرة داخل الهرم، وإن الملك خفرع قام ببناء الهرم أو تمثال أبو الهول على شكل إنسان، رأسه رأس إنسان زي ما ظاهر قدامنا في الصورة كده، والجسم جسم أسد. طبعا رأس الإنسان دليل على العقل والحكمة، وجسم الأسد رمز للقوة، وكان الهدف منه هو حماية الأهرامات من السرقة. نكمل مع بعض يا أولاد الأماكن الأثرية في مصر. مجمع الأديان، مجمع الأديان من أهم وأشهر الأماكن اللي موجودة في محافظة القاهرة. يقع في حي مصر القديمة في القاهرة، وبيضم مجموعة كبيرة من الآثار المصرية. تعالوا نتعرف عليهم. أول هذه الآثار هو حصن بابليون، وحصن بابليون ده بني يا ولاد في عهد الاحتلال الروماني لمصر، والصورة ظاهرة قدامكم، حصن كبير، قلعة كبيرة جدا موجودة لحصن بابليون، اتبنى في عهد الاحتلال الروماني في مصر، وموجود في حي مصر القديمة في القاهرة. تعالوا نتعرف عن تاني الأماكن اللي موجودة في مجمع الأديان. الكنيسة المعلقة، وطبعا الصورة اللي قدامنا صورة للكنيسة المعلقة، ودي من أقدم الكنائس اللي بنيت في مصر، وسبب تسميتها بالمعلقة لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية من حصن بابليون. كان في أحد
الأبراج أو مجموعة من الأبراج قد هدمت في العصر الروماني من حصن بابليون، وتم بناء الكنيسة المعلقة فوق هذه الأبراج الجنوبية من الحصن، علشان كده سميت بالكنيسة المعلقة. فممكن يجي هنا سؤال يقول لنا اذكر سبب أو بما تفسر تسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم. ليه سميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم؟ لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية من حصن بابليون. نتعرف على المكان الثالث، المعبد اليهودي، وده موجود في نهاية منطقة الكنائس القبطية بمدينة الفسطاط بالقاهرة. المعبد اليهودي موجود في نهاية منطقة الكنائس القبطية في مدينة الفسطاط بالقاهرة. أخيرا في مجمع الأديان هناخد جامع عمرو بن العاص، وده اتبنى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. والصور اللي قدامنا يا ولاد بتبين لنا مجموعة كبيرة من الآثار الموجودة أو الأماكن الأثرية اللي موجودة في حي واحد فقط، اللي هو حي مصر القديمة في محافظة القاهرة. علشان كده المنطقة دي سميت بمجمع الأديان، لأنها بتشمل العديد من الأديان، زي مثلا الكنيسة المعلقة لتمثل الديانة القبطية أو الديانة المسيحية، و الجامع بيمثل الديانة الإسلامية، المعبد اليهودي طبعا بيمثل الديانة اليهودية، وحصن بابليون كان بيرمز للاحتلال الروماني أو الديانات الوثنية. فعلشان كده المنطقة دي ولات سميت بمجمع الأديان، ودي من أشهر الأماكن اللي موجودة في محافظة القاهرة في حي مصر القديمة. فاحنا عرفنا يا ولاد أن حي مصر القديمة به مجمع الأديان. مجمع الأديان ده عبارة عن أربع أماكن سياحية وأثرية، منها حصن بابليون ده في عصر الاحتلال الروماني أو بيدل على الحضارة الرومانية في مصر، الكنيسة المعلقة دي من أقدم الكنائس في مصر، ونعرفنا سبب تسميتها بالمعلقة لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية من حصن بابليون، المعبد اليهودي طبعا عرفنا انه موجود في نهاية منطقة الكنائس القبطية في مدينة الفسطاط، طبعا جامع عمرو بن العاص اول جامع اتبنى في مصر الاسلامية وفي افريقيا، واتبنى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طيب يا ترى ايه هي العصور التاريخية التي مرت على مصر؟ طبعا احنا اتكلمنا عليها لما عرضنا الفيديو بتاع متحف الحضارة، المتحف القومي للحضارة المصرية، وعرفنا ان الحضارة المصرية مرت بالعديد من العصور التاريخية. تعالوا نتعرف عليها وعلى اشكال خاصة بكل عصر. طبعا العصر المصري القديم او ما يسمى بالفرعوني، وده بيمثله العديد من المناطق الاثرية والسياحية في مصر، زي منطقة الاهرامات وابو الهول والعديد من المعابد اللي موجودة في مصر. العصر اليوناني والروماني، وده بيمثله العديد أيضا من المناطق الأثرية والسياحية في مصر، زي المسرح الروماني ده موجود في الإسكندرية، وزي حصن بابليون اللي اتكلمنا عليه من شوية موجود في محافظة القاهرة في منطقة مجمع الأديان. العصر القبطي، وده موجود له العديد من الكنائس والأديرة موجودة في مصر، زي الكنيسة المعلقة في منطقة مجمع الأديان أو دير سانت كاترين، دي كلها أماكن بتدل على العصر القبطي أو الديانة المسيحية في مصر. الحضارة الإسلامية، وطبعا الحضارة الإسلامية لها العديد والعديد من المناطق الأثرية والسياحية اللي بتبينها أو بتظهر فترة الحضارة الإسلامية أو عصر الحضارة الإسلامية في مصر، زي العديد من المساجد، زي جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط أو جامع أحمد بن طولون وغيره وغيره من الجوامع اللي موجودة في القاهرة أو في معظم ربوع مصر. العصر الحديث، وده طبعا العصر الحديث او ممكن نسميه العصر المعاصر، وده بيتكلم عن الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا، وده بيمثله مثلا برج القاهرة، زي ما عرفنا ان برج القاهرة من احد رموز او الاماكن السياحية والاثرية اللي موجودة في مصر، بيمثل العصر الحديث، وعرفنا اماكن وجوده او مكان وجوده في جزيرة الزمالك في نهر النيل بمحافظة القاهرة. يبقى احنا تعرفنا على خمس عصور تاريخية مرت على مصر،
العصر المصري القديم أو الفرعوني، وقلنا بيمثلوا العديد من الآثار أو المناطق الأثرية والسياحية في مصر، العصر اليوناني والروماني، وتعرفنا أيضا على العديد من الآثار اليونانية والرومانية، ونعرف إن مدينة الإسكندرية هي مركز للحضارة أو الآثار اليونانية والرومانية في مصر. طبعا العصر المصري القديم فيه العديد من الأماكن زي ما قلنا، منطقة الأهرامات والمعابد، وعندنا يا أولاد مدينة الأقصر فيها تلت آثار العالم، وتمثل العصر المصري القديم لوجود العديد من الآثار الفرعونية في مدينة الأقصر. طبعا العصر القبطي، وده بيمثله وجود العديد من الكنائس والأديرة زي الكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين ودير المحرق، كل دي مناطق بتمثل آثار تاريخية للعصور اللي مرت بيها مصر. الحضارة الإسلامية، وقلنا فيه العديد من الأشكال اللي بتمثل الأماكن الأثرية والسياحية في الحضارة الإسلامية أو في العصر الإسلامي لمصر، أي مثل جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، منطقة مجمع الأديان، أو مسجد أحمد بن طولون. العصر الحديث والمعاصر، وده فيه العديد والعديد من الحاجات اللي بتدل عليه، لكن أشهرها طبعا برج القاهرة اللي موجود في جزيرة الزمالك بنهر النيل. درسنا النهاردة كان سهل وبسيط، احنا دلوقتي هنشوف بعض الأسئلة عن درس النهاردة. السؤال الأول، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، بنى المصريون القدماء الأهرامات على هضبة مرتفعة في محافظة القاهرة. احنا قلنا يا ولاد ان احنا في الجزئية بتاعة الاسئلة احنا ممكن نكتب الاسئلة او نعمل لها سكرين شوت ونحتفظ بيها او نحاول نجاوب عليها براحتنا بعد كده، ونركز قوي في الاسئلة بتاعة الصواب والخطأ واسئلة الاختيار، لان احنا كلنا بنقول عليها اسئلة سهلة سهلة، لكن بيبقى فيها كلمات بتخلينا نخطأ في الإجابات بتاعتنا، فنركز وإحنا بنقرأ وإحنا بنجاوب. بنى المصريون القدماء الأهرامات على هضبة مرتفعة في محافظة القاهرة. طبعا كلنا لو بصينا على كل العبارة أو الجملة اللي قدامنا هنلاقيها صحيحة إلى آخر كلمة، لكن آخر كلمة هي اللي خطأ، اللي هي محافظة القاهرة. طبعا إحنا عرفنا إن الأهرامات وأبو الهول موجودين في محافظة، برافو عليكم يا أولاد القاهرة، يبقى إذن العبارة خطأ. يبقى احنا عرفنا ان الاهرامات موجودة في محافظة الجيزة مش القاهرة. رقم 2، يتم دفن الملك وكل الاشياء التي سوف يحتاجها بعد البعث في حجرة داخل الهرم. قلنا ان الملك بيتم دفنه في حجرة داخل الهرم، وطبعا بيتم دفن معاه كل الاشياء التي سوف يحتاجها بعد البعث للحياة الاخرى داخل الهرم. طبعا العبارة هنا صواب. رقم 3، بنيت الكنيسة المعلقة على الأبراج الجنوبية من الحصن الروماني. بنيت الكنيسة المعلقة على الأبراج الجنوبية من الحصن الروماني. طبعا احنا عرفنا ان الكنيسة المعلقة سبب تسميتها بهذا الاسم انها بنيت على الأبراج الجنوبية من حصن بابليون اللي بيرجع للعصر اليوناني والروماني، يبقى اذا العبارة هنا صواب. 4، مجمع الأديان من المناطق الأثرية بمحافظة الشرقية. مجمع الأديان من المناطق الأثرية في محافظة الشرقية. يا ترى العبارة هنا صواب ولا خطأ يا أولاد؟ طبعا العبارة خطأ، لأن مجمع الأديان معروف إنه موجود في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة. رقم 5، اختارتها اليونسكو كأفضل مدينة للسلام. اختارتها اليونسكو كأفضل مدينة للسلام. العبارة تنطبق على مدينة الإسكندرية. يا ترى العبارة هنا صواب ولا خطأ يا أولاد؟ طبعا أفضل مدينة للسلام طبعا احنا اتكلمنا عليها هي مدينة شرم الشيخ، يبقى إذن العبارة هنا خطأ. نشوف مع بعض السؤال الثاني، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين. رقم 1، أحد الآثار المصرية التي ترجع للعصر الفرعوني. تعالوا نشوف أي هذه الآثار بيرجع للعصر الفرعوني. الكنيسة المعلقة، المسرح الروماني، الأهرامات وأبو الهول، الجامع الأزهر. تعالوا نعرف
كل أثر من هذه الآثار المصرية بيرجع لأي عصر من العصور اللي مرت بيها مصر. طبعا أول الآثار الكنيسة المعلقة، وقلنا إن الكنيسة المعلقة ترجع للعصر القبطي، مش إجابتنا الصحيحة. المسرح الروماني موجود في الأسكندرية وبيرجع للعصر، طبعا من اسمه العصر اليوناني والروماني، يبقى مش إجابتنا المطلوبة، احنا محتاجين العصر الفرعوني. الأهرامات وأبو الهول، ودي هي هتبقى الإجابة الصحيحة يا أولاد، لأن الأهرامات وأبو الهول بنيت في عصر الدولة القديمة أو الحضارة المصرية القديمة، وده العصر الفرعوني لمصر. طيب تعال نشوف آخر الاختيارات، الجامع الأزهر، وده طبعا بيمثل الحضارة الإسلامية أو العصر الإسلامي في مصر، عصر الحضارة الإسلامية في مصر. رقم 2، تم تصميم برج القاهرة على شكل زهرة، تسمى زهرة نقط. تصميم برج القاهرة على شكل زهرة، هذه الزهرة تسمى نقط، زهرة نقط. هل هي زهرة الفل ولا اللوتس ولا البنفسج ولا الياسمين؟ طبعا الزهرة اللي تم تصميم برج القاهرة على شكلها هي زهرة اللوتس، وعرفنا انها تعد رمز من رموز الحضارة المصرية القديمة. رقم 3، تنتشر الشعاب المرجانية الملونة في مياه البحر نقط، هل البحر المتوسط أم البحر الميت أم بحر قزوين أم البحر الأحمر؟ مياه بينتشر بها الشعاب المرجانية، طبعا احنا قلنا الشعاب المرجانية من أكتر الميزات اللي بتميز مدينة شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ قلنا موجودة في محافظة جنوب سيناء، طبعا محافظة جنوب سيناء بتطل على شطار يا أولاد على البحر الأحمر، يبقى الشعاب المرجانية الملونة موجودة في مياه البحر الأحمر. نشوف السؤال اللي بعد كده، سؤال خريطة، أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. تعالوا نشوف مدلول كل رقم من الأرقام الموضحة على هذه الخريطة. رقم 1، مدينة سياحية تعرف بمدينة السلام، مدينة نقط السياحية اللي بتعرف بمدينة السلام، طبعا لو بصينا على الرقم 1 هنلاقيه هنا في جنوب سيناء، في محافظة جنوب سيناء على البحر الأحمر، شطار كلنا قلنا مع بعض مدينة شرم الشيخ. رقم 2، محافظة يوجد بها الأهرامات وأبو الهول، هي محافظة نقط، المحافظة رقم 2 اللي موجودة هنا ويوجد بها الأهرامات وأبو الهول، طبعا محافظة، تمام برافو عليكم يا أولاد، محافظة الجيزة، قلنا إنه موجود على هضبة في غرب الجيزة. رقم 3، محافظة بها مجمع الأديان وهي عاصمة مصر، طبعا إحنا لما شفنا عاصمة مصر عرفنا الإجابة على طول، لكن برضو بنأكد إن مجمع الأديان موجود في محافظة القاهرة، موجود في محافظة القاهرة تحديدا في حي مصر القديمة. نشوف مع بعض السؤال الرابع، صنف المواقع الأثرية والسياحية التالية للعصر الذي تنتمي إليه في الجدول التالي، جايب لنا مجموعة من المواقع الأثرية والسياحية هنصنفها للعصور اللي بتنتمي إليها في الجدول اللي هيظهر لنا دلوقتي. الكنيسة المعلقة، حصن بابليون، متحف الحضارة المصرية القديمة، الأهرامات، تمثال أبو الهول، جامع عمرو بن العاص، برج القاهرة، المسرح الروماني، ودير سانت كاترين، وجامع أحمد بن طولون. تعالوا نشوف العصور اللي جايبها لنا في الجدول، العصر الفرعوني والعصر اليوناني والروماني والعصر القبطي والعصر الإسلامي والعصر الحديث والمعاصر. طيب تعالوا نشوف أول العصور، العصر الفرعوني هنحط له إيه من المواقع الأثرية اللي موجودة عندنا هنا؟ طبعا العصر الفرعوني أول حاجة هنحطها له طبعا هتبقى الأهرامات، نكمل أيضا تمثال أبو الهول، دي من أشهر الأماكن الأثرية أو المواقع الأثرية اللي بيتميز بها العصر الفرعوني في مصر. طيب العصر اليوناني والروماني، شطار يا ولاد، أول حاجة هنحطها حصن بابليون، وأيضا هناخد برافو عليكم المسرح الروماني. طيب العصر القبطي، العصر القبطي هناخد تمام، هنكتب الكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين. العصر الإسلامي
هنكتب شطار، كلنا قلنا جامع عمرو بن العاص وطبعا جامع أحمد بن طولون. العصر الحديث والمعاصر هيبقى فيه يا ولاد طبعا برج القاهرة ومتحف الحضارة المصرية، متحف الحضارة المصرية وبرج القاهرة. بكده يا ولاد يكون خلص درسنا النهاردة، أتمنى نكون استفدنا بيه. نراجع مع بعض ونشوف الأسئلة في الكتاب، أنشطة الكتاب مفيدة جدا ونحلها ونشوف كل حاجة فيها. وكان معاكم فيها المستر عماد عيد أحمد، أتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.